وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية تستعرضها لنا من جديد سارة نجيب الاتصال. شكرا محمد ودينا. مشاهدينا هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة والأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة: العظمى 33، الصغرى 23، الإسكندرية 28-20، مطروح 26-19، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 34-22، السويس 34-21، العريش 29-21، طابة 32-27، شرم الشيخ 36-27، والغردقة 36-26، الأقصر 39-28، أسوان 40-29، الوادي الجديد 39-28، شلاتين 35-25، وأخيرا حلايب 34-26. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.